ما هي الأشكال التي وصل إليها المغرب الآن في التطبيع، سواء العلنية أو غير العلنية؟ في كلمتكم التمهيدية التقديمية أشرتم إلى التطبيع الصهيوني الذي بلغ ووصل إلى كل القطاعات، الاقتصاد والسياسة والفن والرياضة إلى آخره. أقول لك ولمشاهديكم حتى نلخص الموضوع بأنه لم يعد هناك قطاع من القطاعات لم يصله الاختراق الصهيوني. ويكفي مثالا أن ممتلكات الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي يسيرها في عاصمة البلاد نظارة الرباط وسلا لو جيرون المسير مدبر ممتلكات الأوقاف والشؤون الإسلامية يهودي صهيوني اسمه جي أدرعي، وهو قريب إن لم يكن شقيق أريي أدرعي، وزير الداخلية في حكومة نتنياهو الحالية. فإذا وصل الأمر إلى الأوقاف والشؤون الإسلامية يعني أنه فمعناه وصل إلى كل أنه لم، القطاعات قبله. وبالتالي فلم يعد القضية قضية تطبيع، أصبح الأمر يتعلق باختراق، وأصبح الخطر الصهيوني لم يعد مقتصرا على التنكيل والبطش الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني يوميا في فلسطين المحتلة، وإنما أصبح يهدد أمن واستقرار ووحدة المغرب. كشفنا أصدرنا كتابا قبل أسابيع عنوانه بيبيو الخراب على الباب، نتحدث فيه بالتفاصيل وتفاصيل التفاصيل عن هذا المشروع الذي يستهدف تقسيم المغرب إلى 6 كيانات بخرائطها وأعلامها، وتحدثنا حتى عن بعض أناشيد الوطنية لهذه الكيانات، وتحدثنا عن شبكة العملاء وصورهم، وكشفنا تنظيما سريا اسمه محبي إسرائيل في المغرب الكبير، وكشفنا عن زعمائهم وعن مجنديهم وصور العملاء مع مجنديهم، نشرنا كل هذا في الكتاب. هناك من يتساءل، اسمح لي، هناك من يتساءل، المغرب بلد بعيد جغرافيا عن الكيان الصهيوني، وليس في منطقة النار كما يقال. لماذا الكيان الصهيوني يريد أن يطبع مع المغرب؟ ماذا سيربح من تطبيعه مع المغرب؟ قبل أن نتحدث عن فائدة المغرب من التطبيع. الأمر أولا ليس التطبيع كما أقول لك، تجاوزنا التطبيع بكثير ووصلنا إلى مستويات غير مسبوقة من الاختراق. نسى التطبيع الآن، نسى التطبيع، مبقاش التطبيع، قضية التطبيع. ما الهدف من هذا الاختراق كما أسميته؟ ما الهدف؟ المشروع واحد في المشرق كما هو في المغرب. ما يحضر للمغرب والمغرب العربي الكبير في المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا لا يختلف في شيء عما يجري في العراق وسوريا واليمن وفي المشرق العربي كله. المخطط واحد، وهو تفتيت هذه الأمة، وليس الكلام على عواهنه. نحن أتينا بالمخطط وتفاصيله والوثائق والصور. يكفي أن يعرف مشاهديكم، ولمن لم يعرف أن يعرف، أن هناك معسكرات تدريب على السلاح في المغرب في أكثر من منطقة بإشراف مباشر من ضباط جيش الحرب الصهيوني. نحن كشفنا عن هذا ونشرناه بالصوت والصورة، يتدربون على الصواريخ في الأطلس، في جبل معسكر وجبل العياشي، في ناحية بومية، في إقليم خنيفرة، في مسمرير، في الرشيدية، في تازة. نحن كشفنا معسكر بومية تحت إشراف الحاخام والضابط السامي في جيش الحرب الصهيوني المدعو يهودا أفيكزير، ومعه في بومية مدير السجون في تل أبيب. وأثرنا هذا الموضوع وكشفناه في ندوة صحفية وتناقلته وسائل الاتصال. ما موقف الجهات الرسمية؟ أنا أتساءل معك، أين هذه الجهات الرسمية؟ ألقوا القبض على مدير معهد ألفا الإسرائيلي في المغرب المدعو عبد القادر الإبراهيمي، وأدخلوه إلى مستشفى الأمراض العقلية على أنه مختل عقليا. طيب الإبراهيم مختل عقليا في القرين، أين الآخرين؟ أين الآخرين الذين يعبثون بأمن واستقرار ووحدة الوطن ويهددون أمن
وسلامة الدولة نفسها. نعم.